تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم بفندق السوفوتيل حفلة تدشين كتاب عيسى بن راشد ذكريات ومواقف من كأس الخليج العربي لكرة القدم. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن القامة الرياضية التي يمثلها الشيخ عيسى بن راشد على مستوى دول الخليج العربي تستحق التقدير الكبير والذي يليق بمكانته عرفانا بالمسيره التاريخيه الطويله التي ساهمت في تاسيس بطولات كاس الخليج العربي لكره القدم. رجل وطني من الطراز الاول حكت عنه انجازاته وسطرت في مكتبات الرياضه والثقافه والادب والمجد. سمو الشيخ عيسى بن راشد الخليفة هرم الرياضة البحرينية تحتفل به البحرين اليوم بما قدمه من جهد جلي أثمر الإنجازات والإنجازات في مجال الرياضة البحرينية والخليجية وخصوصا في كاس الخليج العربي الذي زخرف انجازاته ومواقفه فيه بهذا الكتاب بعنوان ذكريات ومواقف من كاس الخليج العربي لكره القدم والذي رعى تدشينه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الخيريه وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه كلنا نعرف أن الشيخ عيسى بن راشد هو تكريم لرياضة مملكة البحرين عندنا شخص في هرم الرياضة مثل الشيخ عيسى بن راشد شخصية مرموقة ومعروفة ومحبوبة من قبل الجميع فنحن نفتخر بالشيخ عيسى بن راشد الحمد لله احنا يعني نستبد من من السابق ومن مؤسسين هذه يعني الرياضه بالذات والحركه الشبابيه احنا نواصل هذه الامانه وهي الحين امانه في رقابنا فنستبد نستبد منهم الخبرة ودائما نسمع إلى نصائحهم وهم موجودين معانا ما زالوا وإحنا إن شاء الله يعني نعطي المزيد ونحاول يعني نوصل اللي هو وصلوا له هم أسسوا وإحنا نواصل سمو الشيخ عيسى بن راشد مثالا للشخصيه البحرينيه المحببه لدى الجميع فقد جمع بين حس الدعابة والقبول ورحابة الصدر، علاوة على شعره الدافئ الذي لطالما تغنى به أبناء البحرين ورددوا أبياته، وإنجازاته الرياضية في ملاعب البحرين ومحافلها الرياضية داخل وخارج المملكة، وها هو اليوم يكتب أهم مواقفه وذكرياته ليكون بمثابة هدية قيمة جدا يضعها بين أيدي الأجيال الرياضية القادمة يستخلصون منها أهم الدروس والعلم. والخبرات المتراكمه. انا منذ سنوات والامنيه عندي ان اصدر كتاب عن دورات الخليج. الشيخ ناصر الله يطول عمره هو اللي شجعني وهو اللي ارسل لي صحفيين يدونون الذكريات وتمكنا من اصدار الكتاب. والله يا اخوي اقول لهم شباب البحرين نتمنى من شباب البحرين أن يبذل جهد أكثر خصوصا في مجال كرة القدم، وأنادي الأندية أن تهتم بالقاعدة حتى نتمكن من الظهور بمظهر طيب في دورات الخليج. هذه الشخصية الوطنية شهدت على إنجازاتها مختلف فئات المجتمع البحريني. من رياضيين وإعلاميين ومثقفين فكتاب ذكريات ومواقف من كأس الخليج العربي لكرة القدم حظي باهتمام كبير يليق بالمسيرة التاريخية والطويلة التي ساهمت في تأسيس بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد على تكريمه إلى قامة مقامات البحرين الرياضية وهرم من أهرام الرياضة البحرينية والخليجية والعربية سمو الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة وهذا آه ان ما يدل على اهتمام سمو الشيخ ناصر بالقامات البحرينيه سواء كانت في المجال الرياضه او الثقافه او الشباب بشكل عام وهذا احنا شيء نفرح فيه نفخر فيه في مجلس النواب البحريني انه يشرف البحرين وشعب البحرين جميعا حفل التدشين هذا شهد تكريما خاصا لشخصيات بارزه كان لها دور هام في مسيره الرياضه المحليه، كما استعرض العديد من الذكريات والمواقف التاريخيه التي تربطه بالرياضه وكره القدم تحديدا، والتي اشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه بدور سموه في خدمه وازدهار اللعبه في دول الخليج العربيه. معلومات جدا قيمه عن, عن ما وراء الكواليس في دورات الخليج راح يستفيد منها الجيل الرياضي الإعلاميين على اساس ان نستوعب ونعرف قيمه هذه الدوره هذا الرجل الشاعر الوطني والرياضي والشخصيه البارزه اللي لها دور كبير في تطوير الرياضه البحرينيه منذ زمن طويل الى يومنا اليوم اهتمامه بهذا بالرواد ومعالي الشيخ عيسى بن راشد وبترشين هذا الكتاب لها مدلولات كثيره تدل على اهتمام سمو الشيخ ناصر المعهود بالخامات والقامات والريادات الرياضيه اللي كان لها دور كبير في انجاح هذه الرياضه البحرينيه سمو الشيخ عيسى بن راشد الخليفه علم من الاعلام الرياضيه والثقافيه التي تفتخر بها مملكه البحرين وتعتز نجم سطع من البحرين الى سماء الخليج بشعره الدافئ ودوره الرياضي المشهود تكريم استثنائي لرجل استثنائي احبه جميع البحرينيون يستذكرون فيه انجازاته وما قدمه هذا الرجل المعطاء يرون فيه البحرين وتراه البحرين فيهم يحيى العمري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين